يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص نومه ثقيل ودائما ما تفوته الصلاة وهو نائم، فهل يكفر بفعله ذلك؟ لا، نوم كان ينام متعمدا حتى يخرج وقتها فهذا نعم عليه خطر من الكفر. أما إذا كان ما يتعمد وعنده نوم مرضي ما هو بنوم صحي يثقل عليه ما هو صحي مرضي، هذا معذور. نعم.